السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم تلامذتي الأعزاء في درس جديد من دروس الرياضيات يخص مقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية. سنرى أولا كيفية مقارنة وترتيب الأعداد الصحيحة الطبيعية، ثم نمر بعد ذلك إلى مقارنة وترتيب الأعداد العشرية. عموما لمقارنة عددين نستعمل الرموز التالية: تساوي أو أكبر أو أصغر. وللتمييز بين الرمز أصغر وأكبر نتبع طريقتين بسيطتين. الطريقة الأولى نضع خطين صغيرين في الجزء السفلي للرمز، فإذا حصلنا على شكل 4 يكون الرمز هو أصغر، أما إذا حصلنا على شكل 7 فهو الرمز أكبر. أما الطريقة الثانية فتعتمد على الملاحظة، حيث أن الزاوية المفتوحة للرمز تكون دائما في اتجاه العدد الكبير. نقول هنا 5 أصغر من 7، نضع الرمز أصغر ونلاحظ أن الرمز مفتوح في وجه العدد الكبير الذي هو 7. وفي هذا المثال نريد مقارنة 2 زائد 5 و 3 زائد 4، ومجموع كليهما هو 7. 3 زائد 4 تساوي 7، و 2 زائد 5 يساوي 7. العددان إذن متساويين، نستعمل الرمز تساوي لمقارنتهما. وعند مقارنة الأعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة فعندنا حالتان: إما يكون العددان المقارنان مختلفين في عدد الأرقام، وهنا نعتبر العدد الذي أرقامه أكثر هو العدد الأكبر. مثال: 560896 متكون من 6 أرقام، و 65980 متكون من 5 أرقام. نستنتج إذن أن العدد الأول أكبر من العدد الثاني، ونستعمل الرمز أكبر. أما إذا كان العددان المقارنان متساويين في عدد الأرقام كما في هذا المثال 825369، نقارنه مع 852300، كلا العددين مكون من 6 أرقام. نقارن عدد مئات الآلاف في هذا العدد وهو 8 مع عدد مئات الآلاف في العدد الثاني الذي هو أيضا 8، إذن فهما متساويان. نمر بعد ذلك إلى رقم عشرات الآلاف، فنجد في العدد الأول 2 وفي العدد الثاني 5، و2 أصغر من 5. نستنتج أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني ونضع علامة أصغر. أما ترتيب الأعداد الصحيحة الطبيعية فيكون إما تزايديا، يعني كتابتها من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر، أو تناقصيا من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. لترتيب هذه الأعداد تزايديا يجب البحث عن أصغرها أولا، وبملاحظة الأعداد جيدا نستنتج أن العدد 250 هو أصغرها لأنه متكون من 3 أرقام فقط. نكتبه أولا ونتبعه بالرمز أصغر، ثم نبحث عن العدد الأصغر الثاني، ويستحسن أن نشطب على العدد الذي اخترناه لكي لا نستعمله مرة أخرى، ثم نحسب عدد أرقام الأعداد المتبقية. نجد 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5. يجب البدء بالأعداد المتكونة من 4 أرقام لأنها أصغرهم، ونقارن بينهما. نبدأ برقم الآلاف، هنا 2 وهنا 6، و2 أصغر من 6. العدد 2340 أصغر من العدد 6230، إذن سأختاره بعد 250، ثم أضع علامة أصغر، ثم أشطب على العدد 2340، وسيكون الرقم الأصغر الموالي هو 6230، لأنه أيضا مكون من 4 أرقام. وبعد ذلك أمر إلى الأعداد المتكونة من 5 أرقام.
نقارن بين 42,780 و 56,420. نبدأ برقم عشرات الآلاف، هنا 5 وهنا 4، وخمسة أكبر من 4، إذن هذا العدد أصغر من الأول. إذن يجب وضع علامة أصغر ثم العدد الأصغر وهو 42,780، وبعد ذلك نضيف العدد الأخير وهو 56,420، وبذلك نحصل على الترتيب التزايدي لهذه الأعداد. وإما يكون ترتيب الأعداد صحيحة الطبيعية تناقصيا، يعني كتابتها من الأكبر إلى الأصغر، ونستعمل فيها الرمز أكبر كما في هذا المثال. لإيجاد العدد الكبير بين هذه الأعداد الكبيرة نحسب عدد أرقام كل عدد، وهنا 6 أرقام، وهنا 7، وهنا 10، وهنا 6. إذن أكبر هذه الأعداد هو من يتوفر على عدد كبير من الأرقام، وهو هذا العدد المكون من 10 أرقام، وهو 237,054,017. نتبعه بعلامة أكبر ثم نشطب عليه ثم نمر إلى العدد الأكبر الموالي، سيكون إذن هو هذا العدد لأنه متكون من 7 أرقام، وهو 2,583,126. نكتبه ثم نضيف علامة أكبر ونشطب عليه، يبقى لدينا العددان 596,823 و 645,867. بمقارنة أرقام مئات الآلاف نجد هنا 6 وهنا 5، وخمسة أصغر من 6. نستنتج إذن أن 645,867 أكبر من 596,823. نكتب إذن العدد الكبير ونتبعه بالرمز أكبر ثم نكتب العدد الصغير، وبذلك نكون قد رتبنا هذه الأعداد تناقصيا من الأكبر إلى الأصغر. فإذا طلب منا مثلا إيجاد العدد الأصغر باستعمال 6 أرقام، وهي هنا 1, 3, 4, 5, 9, و7، فنتبع الطريقة التالية، وهي وضع الرقم الكبير في منزلة الوحدات، ثم الذي يليه في منزلة العشرات وهو 7، ثم الذي يليه وهو 5 في منزلة المئات، ثم 4 في منزلة الآلاف، ثم 3 في منزلة عشرة الآلاف، ثم 1 وهو أصغرهم في منزلة مئات الآلاف، وبذلك نحصل على العدد 134,579، وهو أصغر عدد ممكن الحصول عليه باستعمال هذه الأرقام الستة. أما إذا أردنا الحصول على العدد الأكبر باستعمال هذه الأرقام الستة، فسنقوم بالعكس، وهو وضع أصغر الأرقام وهو 1 في الوحدات، ثم نتبعه بثلاثة في العشرات، وأربعة في المئات، خمسة في الآلاف، سبعة في عشرة الآلاف، وتسعة في مئات الآلاف، ودائما نمر من أصغر رقم إلى أكبر رقم، وهكذا نكون قد توصلنا إلى أكبر عدد يمكن الحصول عليه، وهو 975,431. أما مقارنة عددين عشريين فتتم عبر مرحلتين. المرحلة الأولى نقارن فيها الجزء الصحيح للعددين كما في هذا النشاط، أقارن باستعمال الرمز أكبر أو أصغر فيما يلي 9008.5 و 9005.8. نقارن الجزء الصحيح 9008 مع الجزء الصحيح 9005. نلاحظ هنا تساوي أرقام الآلاف والمئات والعشرات. إذن نمر إلى الوحدات، فنلاحظ أن رقم وحدات العدد الأول 8 والثاني 5. بما أن 8 أكبر من 5، نستنتج أن هذا العدد أكبر من هذا،
ونضع علامة أكبر. أما في المثال الثاني فنجد أن العددان لهما نفس رقم المئات وهو 3، ويختلفان في رقم العشرات، في العدد الأول 4 وفي الثاني 5. وبما أن 4 أصغر من 5 نستنتج إذن أن العدد 346.08 أصغر من 352.09، ونستعمل الرمز أصغر. أما في حالة تساوي الأجزاء الصحيحة لكلا العددين فإننا نقارن الأجزاء العشرية رتبة رتبة، كما في هذا المثال 71.541 مع 71.56. هذين العددين لهما نفس الجزء الصحيح ولكن يختلفان في الجزء العشري. العددان لهما نفس رقم الأعشار وهو 5، أما رقم أجزاء المئة ففي العدد الأول 4 وفي العدد الثاني 6. بما أن 4 أصغر من 6 نقول أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني ونضع علامة أصغر. وفي المثال الثاني لدينا 8.80 و8.08 متشابهان في الجزء الصحيح ولكن يختلفان في الجزء العشري. الأعشار هنا 8 وهنا 0. بما أن 8 أكبر من 0 فإن 8.80 أكبر من 8.08 ونضع الرمز أكبر. وأما في المثال الأخير فنجد 7.3 و7.300 وهما متساويين، لأن إضافة الأصفار في آخر الجزء العشري لا يغير من العدد شيء، وتكون 7.3 هي 7.300 ونضع الرمز تساوي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. دمتم بألف خير وإلى درس جديد إن شاء الله.